جلال الصدر المخفية في الصدر ودورك ليان، يا ليالي الصدر المخفية في الصدر ودورك ليان، احنا والأرض المروية بدموع وجهد وآمال، عشرة حب وشجرة حية ثمرتها ما تغيب الشعال، وحتى لما يهب الريح تغني جوارحنا تصيح. على خير هذاك محنت عليه ولد قمر ايه باش يشري الهنشير والثانية يا عرضاوي. شنو هو؟ اي محمد علي ولد قمر يشري الهنشير والثانية؟ اي وهاوينا هو وبيك تو في حوشكم يتفاهموا على السوم، واللي خفنا منها طحنا فيها يا عرضاوي، وهذاك اللي رد ربيه برا. هاي سي محمد علي، أو توصيلك على موت على حياه، وما غير لنوصيك مضى بي على الصوار قبل راس الشهر وكاش. يمكن ياسر تقبض فلوسك قبل راس الشهر يا عم نور. مضى بي. متفقين؟ متفقين. توا تلقى العيساوي قدام فم الباب يشيعك. هاي بسلامة. بسلامة. عملت اللي في راسك يا ولد قمر. نشريها انا خير من اللي ياخذها واحد براني، ولا تحب خيرنا يمشي لغيرنا؟ ارضي ما نطلع منها كان ميت. بربي كان تحب تقعد تخدم فيها عندي ما يقلقنيش. لا اسمعني نقول لك، لو كان تحب تعدي طول حياتك نادم، قرب من الثانيه ولا حط كرايك في الهنشير. واسمع زادين نقولها لك، تكمل البيعة من هنا قدك التحفون، ما عادش نحب نراها لا في الهنشير ولا في الثانية، فاهم يا عرضاوي؟ ولا تحب نبعث لك شكون يفهمك؟ عرضاوي شي يا رجل شي، مرامدي وتقعد مرامدي، وما عمرك تولي عبد كيف ما نحب انا ونشتي. يا خسارة قمحي وشعيري يا عرضاوي. مليون باش يولي عبد ونص يا سي منور. مقبولة منك يا عرضاوي، على خاطر بوك وبنت خالتي. لما روحي ما سمعت حتى شيء. اما لا قولولي شنو يكون رايكم انتم الاثنين لو كان نزيد نبيع الدار والزريبه ونخليكم توافقوا بالسيف عليكم؟ ها اما ما نستعجلش، نبغي نشوف ماك وين يصب، وبعد التالي سهل. سمعتي بي وش كان يقول؟ سمعتيه ولا؟ زيد يا عرضاوي، بوك مش باش يتراجع، لازم باش يجي النهار ويكمل يبيع فيه كل شيء. يا وهو يبيع، الصبر حدوده غاليه.
عرضاوي يا ربي تستر. على شكون معمل وعلى شنوي؟ سايبي المجرون انا كل تسكر في وجهي، هذا سلاح اللي برد على قلبي وانت مرة حركني وفعني قتلني. مشيك العمرها ما تحل بسلاح يا عرضاوي، بوك مش يبيع الارض مش يبيعها، كما يشريهاش محمد علي يشريها غيره، وانت تعدي حياتك كامله في الحبس وانا هجيله. ليه يا عرضاوي ما تجد تمشي ولدك؟ الحل مرة هذي خليها علي. إيش قولك خيرا طيب وفطورنا مقرونة بالصلصة اليوم؟ كما تحب ولا نعمل راس؟ على كيفك أنت، وبعد شوي نخرج نقعد. خيرا شوف شكون جاي. شوف إن شاء الله خير. غالية عسلين خالتي هوني. ايه تفضل غالية. شالخطة سعيد يا بنيت. ما جيبنيش لخطة سعيد، لزني عليك المر يا خالتي. نعمل لك قهوة غالية. شنو قهوة يا خيرة؟ وحضر لها تفطر. باي هاي ارتاحي يا بنيتي ارتاحي. تشفى ما يا بنيتي والله خضيتني. ولدك ما خليليش يا خالتي، لازلي 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 نوصلها للعظم. وا يا اخي مش حابب يسلم فيك هالطفله؟ شنو هي الحكايه هذه؟ العباد الكل وقفت مع العرضاوي في الواد وما حبوش يشريوا ارض منور، الا ولدك عمل العكس. وانا زاده شدت فيها صحيح، قلت له الارض هذيك ما تشريهاش بالكل. قال لي لا، ما دام منور يحب يبيع انا ابجل من البراني. هو ما يحبش يشري محبه في الارض، اما شماته وبنته فيانا يحب يمقطني بأي طريقة. لا يا بنيتي عاد ما تمشيش لبعيد، هو قال يحب يبيعك الحوانت اللي في البلاد ويزيدهم على الفلوس اللي عنده ويعمل بيهم مشروع فلاحي. هو قالوا الفلاحة ولات واقفة على ساقيها في بلادنا وفيها برشا ربح. ما لقاك الأرض متاع منور اللي راجلي فينا فيها حياته وعمره. عاد يا بنيتي تحبني نقول الحق؟ العيب مش فيه، العيب في بوها كمنور الخارف هذاك. يا خالتي يا أما باش توقف ولدك عند حده يا اما غاليه مش بتكتف ايديها. انا هاني نقولها لك، انا احسبني بنتك. او جاسي شباب. تفضل اش حاجتك يلا. انت ضيقت عليك الدنيا ما لقيت كان ارض منوره؟ على خاطر يا امي ارض منور احسن ارض في الواد، وولدك يحب يخدم ويصور. واللي تحب توصل له انت انا فهمته، اما اش تحب من غاليه؟ العرضاوي خاسر حاجه، هو ممكن يخدم في رزق بوه، يولي يخدم في رزقي، خدام عندي يعني. العرضاوي مش باش يخرج من ارض بوه. يا محمد علي مدلل. بعد 20 يوم نقول له جيب المزفت. صار هذا اللي تحب توصل له؟ خسارتك يا وليدي خسارتك. لما تشبديه غاليه ماركيت بونت وما زلت الماركي، على خاطر مازلنا في الشوط الاول. الناس الكل تنجمها الا انا ما تنجمنيش. قلت لك 20 مره ما حبيش تفهم. الشعر هذا كان هو اللي باش نجيبه لك. شعر شعر. ايا باش تسكت ولا تولي في راسي نعمله؟ ما تنجمنيش يا محمد علي. كينو في لك راجلك انت توفى بطبيعتك. بح كانك على الارض باش ترجع للعرضاوي. اليوم سنه بعد عام بعد 10 سنين ترجع ترجع. وانا زادا نحكم عليك الارض هذيك ما تشريهاش، واذا تعاندني وتلوي العصا في يدي وقتها يعمل الله عندي معاك حساب اخر. انا الارض وشريتها وما زلت نزيد نشري الزريبه باللي فيها وماكينه الحصاد والتراكتور والدار الكبيره، وما نخلي لكم كل الحوايج اللي لابسينهم. وين تحب توصل يا محمد علي؟ شنو هم؟ ماك تحبني نعبر؟ هاني نعبر. تعبر؟ تعبر على حساب غيرك؟ وشكون؟ بنت خالتك.
شبيك يا اخي بنت؟ ما عندكش احساس؟ ما عندكش ضمير؟ ما عندكش قلب؟ اسمعني يا امي، ما تدخلش روحك في حاجات ما تفهمهاش. فلوسي وانا حر فيها. ايه يساوي؟ واش بك مغش السي منور؟ عجبك الشيء اللي صار؟ الواد ماكل بعضه والناس الكل من صف العرضاوي. توا يشبهوا منه اللي عنده الحق ومنه اللي غلط، انا ولا هو؟ انا ما نلعبش يا يساوي، وهاي الايام بيناتنا. يا اخي جديد عليا، ما نعرفكش وليد. هب هب هب. شيء ولدي ما هواش حاسس باللي نحس بيه انا. طول عمري عشت مغبون بين القريه والواد، قلقت فديت نحب نخرج. ماكش وجه تعب سي منور، لو كان قريت على راحك راك توا مدير ولا حتى مهندس. كي كبرت وفضت العشرين وليت نمشي ونجي على المدينه، وعملت احباب واصحاب ومعارف. ثم مره تعرفت على الطفله حليلتها اسمها بسمه، حبيتها من قلبي. تشجعت مرة ومشيت اخطبتها من نهلة، خلتني مع أمها في البيت وخرجت. نسمع فيها تقول خوها أنا ما ناخذش واحد ما يعرفش يكتب اسمه على القلة. أنت كان قريت راك تقري عشرين كيفها. هكا خطور لها، حسيت السماء سوادت في عيني. حتى ولو كان خذيت ليلة نسوين أكل جرح ذاك برا، لكن ما نسيتاش. وانا وين عندي هالملايين اللي تحكي عليهم يا بنيتي؟ راك لا قلت لا مليون لا اثنين. يا خالتي ماني قلت لك؟ فلوسك في الحفظ والصوم، ونهيت عام نرجعهم لك، ونزيد نعطيك ضمانه في يدك. ماذا بيا نعطيك يا غاليه وما خليكش تتلجى؟ اما 50 مليون فرد مره ورحمه المرحوم لا عندي. تعرفش كيفاش؟ خليني ندور على حواليا ونشوف اش عندي وما عنديش، وبعد نقول لك. على حد 4 5 نقول لك نلقى لك. المشكله الوقت يجري وموعد البيع قرب. الله يهديك يا محمد علي، هذاك اللي نقول. الحكايه ماهيش مرهونه في محمد علي. منور مشكلته فلوس، وكان ما يبيعش لمحمد علي يبيع لغيره. حاضر يا غاليه، نخرج للبنكه وبعد نرجع لك. حتى نخرج معاك، انا عندي لشكون باش نمشي، وسويعه من زمان تكون هون. معك ربي يا بنيتي، والله قلبي كله عندك. معك رب. لقيت غالية الصباح ماشية لهنشير سي رشيد، سألتها عليك قالت لي تو 3 أيام شادد الدار وما مشاش لخدمته. أحيه يا عم الطيب أحيه، وينها أرضي وينها خدمتي؟ يا عرضاوي يا ولدي، ما دام البيع الرسمي مازال ما وقعش، ما دام ثم أمل. هك علاش هي مشت لسي رشيد باش تتسلف منها الفلوس؟ سير شهيد المدة هذه ما يجيش، تحير عليهم ساكن البرد، والطبيب قال له ارتاح. ما لقيتهاش؟ لا، ماني قلت لها ما دامك ماشي لخالتك، اخطف روحك فرد مرة دار سير شهيد، وعطيتها العنوان. من جهة تطير عليه السو، ومن جهة تكلموا في موضوع السلف. زعما عم الطيب. يا عرضاوي يا ولدي، راهو مازال الخير في الدنيا. يكفي كي تلقى 50 مليون ترجعها من محمد علي، وقتها باباك يرجع له شاهد العقل وينسى حكاية البيع جملة واحدة. ما يحب على الفلوس، أعطيه الفلوس. وإحنا بكلنا معاك، أنا واحد من الناس مستعد نسلفك 1 مليون ولا 1.5 مليون، وعمل الجماعة ريش كيف ما يقولوا. تفضل. تعرف اللون ما عقلتك سي منور؟ انت ديما نسيتيني. لالك لهنا موجوده. تفضل تو ندي له. شبيك سلمى؟ لالا خويتي كان نقول لك سي منور جاي وتبدل عليا جملة واحدة.
هو وين تو؟ أنا قاعد في الصالة. خلي استنى أنا جاي. تفضل سي منور. شكرا. يا أخي ما زلت راقدة. هاي جاي. عالسلامة مدام سهام. سلمك. تفضل اقعد. قالوا لي بديت في المشروع والمعمل اموره ماشية. شوية شوية. مازال ما بديتش في الخدمة زي ما نبغي. كأنك في شكون تعاند. بالعكس. أنا نحب الخدمة المبنية على أساس صحيح. وهذاك علاش جيتك اليوم. استنيت مدة جيت نسمع منك الجواب. مترشى للموضوع مازال مش وقته؟ استنى عام آخر للزم. لكن على شرط. حب تقولي لي الصحيح. موافقة على ما أخذتنا ولا لا؟ انت هاك مستعجل وجايني لابس كسوة جديدة. لا سهام. كلمة من الاثنين. إيه ولا لا لا؟ كي يقول لك ليه؟ تجيب لي عدل منفذ وتخرجني من الفيلا. ما جيتش نساوي. جيت ونيتي صافية. ونعرف كي تولي معايا نعمل المستحيل. أسكت معناها راضية. تحب تسمع الجواب الصحيح؟ بالطبيعة من الوجه جاي. موافقة. لكن عندي شرط. فهمت شرطك. قيس ولدك من اليوم اعتبريه ولدي. عندي شرط غير هذا يا سي منور. ما غير ما تقولي مقبول. شنو في عارفك باقي ملوح روحوا علينا؟ تفضل سي جعفر. اش حاجتك؟ نعم بابا. فهمت كلامي مليح وسمعتني بالقدا. انت تقول لي انا اش حاجتي؟ ومن حق على خاطر الدار هذه داري والمرأة اللي ساكنة فيها خطيبتي. سهام خطيبتك انت؟ ما هو ما يسالش ومانيش راغب في جيانك. انت باش تعرس بسهام؟ اي نعم. وتو بنت عمك تأكد لك الكلام هذا يا. هاي راي ساوي. سيدي فما مرأة تحب عليك. تحب علي أنا؟ ما قالتلكش شكوني؟ قالت اسمها غالية. غالية؟ برا دخلها برا. غالي شم جايبها لهنا؟ جاب ربي سامي ما يشوني ولا راهي تعمل حالة. تفضل. اهلا 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 اهلا. مرحبا مرحبا. عسلامة سي رشيد. عسلامة لاباسة كي صبتك؟ جيت نسال عليك ونقول لك ما عندك سر. يعيشك ربي يفضلك. تفضل ارتاح تفضل اقعد اقعد. مرحبا بيك. ايه ما قلتليش كي صبتك. يا اخي جيت وحدك لهنا؟ اي جيت وحدي. واللي يقصد يقصد دار كبيرة. فهمت الحكاية وفهمت شنو اللي مطلوب مني ومطلبك راهو عزيز يا غالية. يعيشك سي رشيد والعرضاوي
يعطيك ضمانة تحت يدك، وكل صعبة يعطيك قسط من المبلغ، وهكا نزيدك تقعد على راسنا وعينينا وما ننسوهيش حياتنا كاملة. طب هذا كلام تقوله يا غالية؟ احنا ما بيناتناش مزايا، وانا من ناحيتي متعاطف برشا مع العرضة، وانتوما بالذات والله عندي قلب اللي يحبكم ونحب لكم كان الخير. تبقى المبلغ اللي طلبتوه مش نقول لك صعيب شويه الوقت الحاضر، اما نوعدك مش نحاول. والحقيقه عم طيب قال لي ما يحلك مشكلتك كان سير شيت، وانا ما خبيش عليك خممت فيك انت قبل ما يقول لي هو. وانا مش باش نبخلك يا غاليه، ونوعدك باش نعمل المستحيل. بقى يلزمكم تصبروا عليا جمعة 10 ايام حتى نبيع غلة الخضارة، وان شاء الله ندبر لكم 20-25 مليون حلوا بهم جمناحكم حتى ربي يوسع عليكم. وال 25 مليون ما يحلوش المشكلة. مازال الخير في الدنيا يا غالية. نتعاونوا الناس كليك عن بعضنا، نشوفوا احبابنا واصحابنا، شوية من عند الخطوي، شوية من عند الحاج ضو، وبقدرة ربي نلمدوهم لسي منور. ماشي ما يسكت علينا ويبطل البيوع ويحل مشكلته. إيش بيك ما جبش طرف جاتو للمرأة؟ ها؟ حاضر سيدي. ها شكون هالمرأة اللي بحذيك سير شيت؟ تفكرت. تفكرت؟ هذه غالية، غالية حضرنا في عرسها. مرحبا. زارتنا البركة لا غالية. كي سبتك؟ الظروف أقوى مني. لازتني باش نجي لسير شيت يسلفني شويه فلوس، هذيك هي المناسبة. وقداش ناوي تسلفها سير شيت؟ بعدو نحكيو يا سامي مش وقته. سامحوني كي قلقتك. بنتي اقعد اقعد حتى تفطر بحذانا الساعة. بالك مستعجلة وتخاف لترين ويفوتها. كون شي عاد انت ناوي توصلها من بعد، هذيك حاجة أخرى. إن شاء الله نجيبكم في الفرح. الله يهديك، الله يهديك يا سامية. المرحة شمت على روحها. عيب خسارتك ما تقدرش الظروف. نشوف وحدك هيك في داري وانت وياها الوجه في الوجه وتحبني نسكت؟ عيب والله، عيب الكلام اللي تقول فيه. المراه قصدتني وتحبني ناقف معاها في محنتها، شنو هي المشكله؟ ها ولازم نقدروا ظروفها. تقوم هكا تردها من دارك بفخامه. اسمع سير شيد، انت كي مشيت للواد مشيت على اساس باش تستثمر فلوسك، مش باش تعمل لي فيها طيب. وحنا راني قاعده نسمع، هو الاخبار توصلني وقلبي مش مخزن ولا سقيفة حمام. ده اسمعني الساعة خليني نفهمك. فهم كل شيء. واذا المشروع نتاعك باش يعمل لي الهلواس ويردني نمشي نتكلم وحدي، انا اقول لك لا. انت فاش قام الكلام هذايا؟ تعطيني فرصه خليني نتكلم. اذا كان ما عندكش فيها ثقه تفضل عيش معايا في الواد، هذا كان نجم نقول لك. لا ما نمشيش معاك، والموضوع هذا تفهمنا فيه 70 مره وغلقنا القوس. اما تو نحل القوس من جديد ونقول لك فيق على روحك، راك كثرت على ما سووك. تفضلي يا لمية تفضلي. انا راهو يهمني ياسر كي تظلي هكاك مرتاحه في خدمتك الجديده. تيونا وين كنت وين اصبحت؟ كثر خيرك سي منور كيف جبتني معاك. اوكي كلمني باباك قلت علاش لا، طفله تبارك الله ذكيه وناشطه زيك انت، واحد يعطيها فرصتك. ان شاء الله ما ترمني كان الخير. ان شاء الله. فكرتيني، انا هذاك شو اسمه هو سي نجيب، شنو احواله؟ كل عادي بيدي ما يجري وراك ولابس كيكتاتين. ما دام انا نعطي فيه في الفلوس هو يحبني، وفيت فلوس ما عادش تراه. فت السوارد وفت المحبه، مال ارتحتي منها لمثمير المصدر. قلت لي هي بخدمتك بنتي تنفعك وتنفعنا خير. بري ناديلي خالد والمدير ومعهم ياسين. اما اصبري شوي، تعالي تعالي وريني كدوسي ووسعي بالك معايا. تفضل سي منور. ناس عليك يا جماعة. غالية والعرضاوي ورشيد البلدي وعمك طيب قاعدين يلموا في الفلوس. الواد باش يعملوا شركة مع بعضهم؟ لا يا راشد، باش يرجعوا لك فلوسك اللي دفعتهم. ومنور يتراجع في وعد البيع،
ويخرجوك طماطم تمسحوا لك فمك معناه. اللي يحسب وحده يفضل له. سمعت اللي حتى امك سلفت العرضاوي. خليه ويغنيه. خويا انا حبيت نقول لك. يزي من تشعيل النار وبرا جيب قهوه. انت لو كان فلحت في المدينه راك فلحت هنا. بجاه ربي يقول لي. انت قهواجي ولا صباب؟ الاثنين عم طيب. اما وقت اللي يلزم. على كل حال كل عسل من فمك يا احسن راجل في الواد. اللحظه وقهوتك تكون عندك. برا الله يتوب عليك. الله يرحمك يا امه. غرقتني بخيرك حي وميته. زيد عليهم هدم يا عرضاوي. نعرفك بنت اصل وبنت خير وبنت دار كبيره. وهدم 1,200,000 خذيتهم من عند بابا هذاك اللي عنده. خليهم تحت راسه على مرضى على عرض على ما يحدث. الناس كل حنوا عليا وباي اللي جابني للدنيا دوحني. تحط شي في بالك يا عرضاوي، هذيك هي الدنيا. صباح الفل والورد والياسمين. تفضل سي ياسين. قولي المعلم في بيروه؟ لا المعلم خرج توا ما عندوش برشا. مالا تقول انت مشي للمعمل؟ ما نظنش على خاطر جه واحد خرج معاه توا. نسيت اسمه. اي برا مش مشكل. دوبو يرجع يعطيه الملف هذا. اما بعد كلمني يا. دي بشويه نقول لك على اسمه قريب نتذكر. تعرف شنو مشكلتك انت في الدنيا هذه؟ ديما تنسى الاسامي. اما مستحب. هو اسمه على مرتي قيتها محمد علي. هاي بيه ذكرته من بخاطري. الو شكون معايا؟ قديش من مره كلمتك لتوا ما عقلت صوتي؟ ديما مخك مش فوقك. ما عادش تقول لي انت شكونك. عدي لي سي منور. سامحني لا سيهام، سي منور مش موجود. تو كي يجي نقول له يطلبك. نعم حاضر. اوكي ها سيبني خدي ما عندها في الدار. ما تعقلش صوتي كيف نكلمك. وجهها ما نعرفوش وتحبني نعقل صوتك كيف يكلمني. هما اللي دار ها غاليه. هلو جاي هظهروا بينا؟ بعد 40 سنة مرجوحة لدار باباها يا بنت الناس. تفضل اقعد. ما عادش تخدم مع منورة؟ الكرا غالي علي وزيد الذراري ضاعوا. قلت نرجع للواد ونخدم اللي كتب من ربي ونتولها بصغاري. ما قلت ليش وين العرضاوي؟ العرضاوي كان مهبلش الايامات هذيا. ما عادش يهبل بالكل. مسكين راجلك مسكين. خرج من التركه بيدو على راسه، ببال الكل تسكرت قدامه. منور ما يغلب حد الا واحد برك. كمال صغير على الحكايات هذيا، ما نجموش نلزوها على ابوه. تيش من كمال؟ نحكي على واحد ما ينجمش يقول لا، ما ينجمش يلوى العصا في يده. سهام خليه يمشي له ويتفاهم معاه. سهام هي اللي دهست تيشيرت منور. تحب العرضاوي يمشي يشكي لها؟ بنت الناس صداق مازالت لجمعه باش تكتب. وهي ما تحبش مشاكل. خلي العرضاوي يمشي لها ويفهمها. بالكش منور يتراجع في كلام ولا يشري لها وطاه جديده. مع السلامه. نسبتي تهي تفضل. خويا صباح الخير. صباح الخير. بالله حاجتي بسي منور عبد السميع. قالوا لي يسكن في الاوتيل هذا، راني ملزوم به برشا. سي منور سي منور. اي ذكرته كان يسكن عندنا وغادر. اما خلى نور التليفون تو نشوفه كان لقيته. تفضل خلى النمر هذايا نجم تتصل به. نجم كلمه من قداك. تفضل. اي
هي تفضل القهوه نتاعك سي منور كيما تحبها نقصه سكر ان شاء الله في فرحتك يراك مصدره مع الراجل اللي يستاهلك وما يضحكش على عقلك. سي منور سي ياسين يحب يقابلك. يقول لي تفضل حتى انا حاجتي بيه. حاضر. صباح الخير سي منور. اهلا بسي ياسين. اي تفضل. صباح الخير. الحمد لله. اشنو؟ رجعت الملف؟ اي. سهرت عليه البارح في الليل ورجعته وهاني صححته. اي به. انا عندي فكره اخرى نحب نقول لك عليها. تفضل. اش قولك نعملوا جوائز ماليه لخدامه المعمل؟ نشجعوه وهكاك يوليو يعطيهم مردود اكثر وينضبطوا اكثر. تقول انت نعملوا زي المصانع الكبرى جائزه العامل المثالي. هي ما مش العامل المثالي برك، الموظف المثالي والمسؤول المثالي واحنا ماشي. فكره هايله، نشكرك عليه. لم كنت يا ياسين ولدي، الناس الكل في هالمعمل يخدموا بقلب ورب، لي من نعطوا الجائزه. يا عدتي ما تعرفش علاش؟ مو على خاطر الفضل يرجع لك ليك انت. انت ديما تتحاور مع خدامتك واقل مشكله تصير ما بيناتهم توقفوا عند حدها قبل ما تكبر. هذاك واجبي. اما انت تعرفش المثل اللي قال له يا بابا راني حجيت؟ قال له وليدي سلم الناس اللي حجوك. فانا انا زيه. ما هو الفضل كله يرجع لكم انتم. نجحتوا المعمل وهو في ايام مهلول. العفو. بعد اذنك سي منور. تفضلي لمي. ثم ودك يحب يقابلك. كمان؟ مش مخرجة من المكتب؟ لا لا مش كمان، ولدك الاخر. ولدي الاخر؟ هو كلمني قبيله في التليفون يا اخي، عطيته الادريسه كامله، وتوا شاف شي قابلك. العرضاوي؟ ايوه هذا هو اسمه. مرحبا بيه، قول له يتفضل يدخل. حاضر. مالا بخاطرك توا يا سي منور، اتوا نرجع لكم بعد. طيب. اي ربعين. مرحبا مرحبا مرحبا. زارتنا البركة. هاي تفضل. شنو العرضوي؟ شنو رايك؟ شفت النعيم والخيرات كلها من عند ربي. خير من الغبابر والتراب. واحد حياته كامله يجري وراء الحيوان شاقي. انا هذا كل ما يهمنيش. انتم من جيت؟ قلت نجي وحدي خير، كان باش يفزع معايا سي رشيد وعم الطيب. اي باهيك يرجع لك شاهد العقل وجيت. ايوه مالك السب؟ شنك السب؟ السبه ماك عارف. انا نحب نتحدث مع بي راس راس. فاش نتحدثوا راس راس؟ الكلام اللي عدناه بكله قلناه. وهاني نزيد نعود لك، بقعتك في المعمل قاعده تستنى فيك. مادام اللي بعت له طه معوذ الودي باش يعيش في كرامه راسها مرفوع الى ابد الدهر. انا كرامتي ما ترجع لي كان بوطاتي. يا زينه من هالغنايه متاع لوطه ما انا سمعناها مليون مره. بدل شويه، ادخل في المفيد. انا جبت لك المفيد. هذا 100 مليون. رجع منهم فلوس محمد علي وبطل عقد البيع والباقي دبر بيهم راسك. ومنين جاتك الفلوس؟ ما ثماش واحد في الواد ما عاونيش، دي ثما شكون سلفني 50 دينار. كلهم حسوا كوني تظلمت. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الطفل والبيسس. بر بر مشي رجع فلوس الناس. الوطات باعت والماكينة تباعت وكل شيء تباع. ما انا باش قدينا هالشيء هذا. واصبر علي خليني نقول لك كلمتين ورا بعضها. انا شادد الصحيح باش وطاتي ترجع لي. اسكت علي ما تعمليش فضايح، انا مانيش باش نظلمك. انت ما ظلمتنيش انت. انت قهرتني، انت ما خلتنيش علاش نولي. انت شويت لك بيتي. خويا صغير تعملها فيلا ب 100 ملايين وتحضر له معمل كي يكبر. واني تحرمني من حقي ورزقي وتعب عمري، مش ظلم هذا؟ شنو؟ تحاسب فيا على رزقي على العرضاوي؟ والساعه المعمل ماهوش متاع اخوك وحده. والعدل اللي عملت عنده عقد البيع متاع لوطا عملت عنده عقد اخر. بعت لك فيه الدار والزريبه والبقر
والكاغت هانو عندي متدرج في الفيلا الجديده. نزيد نقول لك بقعتك في المعمل تستنى فيه، ايش تحب اكثر من هذا؟ وانا هاني نعاود نقول لك وطاطي مانيش مسلم فيها، والواد مانيش خارج منها، والارض لازم ترجع لي كنموت. جي هنا هز علي فلوس الناس من هنا واخرج. محال يجي نهار والعرضاوي ولدي يفهمني، محال يتبدل. اهلا وسهلا، مرحبا، تفضل تفضل اقعد. تفضل، عندك كل خير. عرفتني سي ابراهيم. عرفتك عرفتك، انت العرضاوي ولد سي منور عبد السميع من قريه الواد. انا هو. جاني بوكك النهار وحكالي بحكايتكم. هذاك على جيتك نحبك تنصحني وتدلني على ثنية صحيحة. نحب نستعرض في البيعة اللي تمت بين باي ومحمد علي. تقصد تحب تعمل شفعة وتسترجع الأرض اللي باعها بوك؟ إيه شنو نعمل؟ ما عندك شيء ما تعمل وليدي، على خاطر ما عندكش الحق في الشفعة. القانون صريح، الوحيد اللي نجم يشفى هو الشريك، وانتي موكش شريك مبوك. هي لمكن انا اللي خدمت الارض طول عمري، راني انا اللي رديت البور جنة. عندكش ما يثبت كونك شريك حتى بالخمس؟ لا سي ابراهيم لا، ما خدمتش فيها كاني خماس، خدمت فيها كاني رزقي وحلالي. اسمع كلام امك، يرجعوا لك فلوسك ورجع لهم ارضهم. وذا كيفاش نستنى حتى انا حب فلوسي ترجع لي؟ أنا متفهمين. أي سيدي، نعطيك توا اللي عندي، ونهيرين أخرين نبيع البقرات، نكمل لك متاعاتك. إيش بي؟ هاي المشكلة بدأت تتحل. باقي ما خلطتوش. الأرض اللي شريتها من عند سي منور، شاير آخر فلوسها يكونوا عندك كاملين. حبيب ربي برشا. وأنا منهم زادة. باقي ما خلطتوش. يا وليدي ال 250 حاصلين، يزي من العناد. هو صحيح انا خذيت الهنشير والسنه ب 250 مليون، لكن في الكاغت مقيده كوني خذيتها ب 470 مليون. عملت حسابي، قلت يمكن سي منور يتراجع، قلت نسجلها في دار القباضه ب 470. كيف يتراجع ولا يعمل لي شفعه والا يجي ولده يلحلح، نقول له حك جنابك وطلع لي ب 470 مليون. اسمع محمد علي، برا هوانا ربي، انا ما نضحيك، انا ربي راه هاكا ما نقول لك. هات قاعده. صح عليك يا محمد علي، قهرتني وغلبتني وخليتني حاشمة عمري الكل. برا يا وليدي، الله يحشم حالك، هذاك اللي نقدر لك. زوز بلاش، والماتش مازال ما وفاش. اسمع يا محمد علي، الحساب الاخر مازال ما فيش. نجيب، اش تعمل هوني؟ اطلع اطلع نشرب قهوه. انا قلت لك اطلع للكهرباء. ما عندك حتى حل قدامك إلا القانون يا وليدي، القانون هو اللي رجع لك حقك. نشكي ببي، تاخذ حقك خير ما تعيش طول عمرك الليل بعد عيني لا شمس ولا قمر. الحق لا يرجع لا بالقوة ولا بالحيلة ولا بالعمر، الحق تاخذه بالقانون. صباح الخير سي منور. جاي اولا انا صبحت عليك وانت ما رجعتش عليا، ثانيا سي منور مازال ما جاش، ثالثا شبيك ماكش قد بعضك اليوم؟ ربيعان شكون السيد اللي طلعت معاه في الكهرباء البارح؟ خوك
ماهوش خويا. انت ليه تسال؟ لا حتى شيء، انا نساله برا. كان ثم مشروع خطوبه بيناتنا، اخي المشروع طاح في الماء، كل واحد مشى على روحه. حتى سي منور في بالو بيه، وهو اللي قال لي احسن حاجه تبعد عليه. يمشيش في بالك اللي انا نسال خاطر غير منه ولا حاجه؟ لا لا لا، هذه حاجه ما تخصنيش، راه حبيت نساله برا. بيه هاني انا قلت لك على كل شيء، اما انت ما قلتليش كنت تهز في كرهبتك. هيا هيا هي تصحيح. صحيت يا طفل. عالسلامة، أشكونك أنت؟ سي العرضاوي ولد منور عبد السميع. هك سي العرضاوي؟ إي. باش شكون حاجتك؟ حاجتي بسيهان. استنى غادي حتى نقول لها. أزر بيروح. استنى غادي، جاي نشبح في مدير. هيا تفضل. تفضل عندي كل خير. تفضل سي العرضاوي. تفضل اش حاجتك؟ الله يسلمك. عندنا مدة ما ريناش بعضنا. كان عطي ربي تقولي تفضل اقعد، مرحبا. أنا راني في دار خويا. تفضل اقعد. اي تفضل عندك كل خير. اعطيك عزاء دنيا قداش فيها عوج، الواحد ولا غريب في دار خوه. كسر ليش راسي برميان المعنى على الجاي. جيت باش نحكي معك كلمتين وندور. تفضل نسمع فيك. هو موضوع عائلي، اما نعرف ابي يسمع كلامك. تحرجنيش، ما نحبش ندخل في مشاكلكم العائليه. عاد انت توليتي واحده من العيله، وصداقك مشيت تكتبها نهارين، هاي باري نقول لك ان شاء الله مبروك. ومن بعد لازمك تقنع بي وتقولي للارض اللي باعها بالرخص يرجعها بالغلا. فهمتكش اش تقصد. انت فاهمه كل شيء، ما تلزنيش نقول لك انت هي السبب. اعرف اش تخرج من فمك. انا ما عنديش وين يدور الريح، وملي ما تراجي كوباية دخل وخرج في الحلة اتبدل جملة واحدة. وين تحب توصل؟ وطعتنا اللي ملكناها البوعة الجد يحب يفرط فيها هو اليوم. وانا شنو ذنبي؟ انا طالب منك معروف. هكا اللي يطلب معروف؟ انت الساعة ما تعرفش تحكي مع العباد. اعتبريني مهبول جنيت، انا راني محروق على ارضي. بوك حر في رزقه. رزقه بالله، رزقه ذاك على كتاف شكون صار؟ ما على كتاف هنا. لو كان جيت نخدم خماس عنده راني صاحب ثلث تو. واني نقول لك لازمك ترجعيه اليقين ويتراجع في وعد البيع. كيفاش تحبوا يرجع؟ خي بتعرفش قانونه اللي بيع معاش ينجم يتراجع. واللي بيع عرض ب 250 مليون وهي تسوى 500 يسمى مهبول، مقدر عليه ربي. تحب تقول اللي بوك خرف؟ بالله العزيز لو كان ما جيتش خايف من كلام الناس راني قدمت به قضيه وحجرت عليه التصرف في رزقه. اما انا جيتك انت تحبك تتوسطي من غير فضايح ولا مشاكل. حلوه يا بي. واللي احلى منها ما قلتهاش. تفضل وريني ايش مازال عندها. واحده من ثلاثه يتراجع في البيع ويقول كنت مريض وقلي بعت، ولا يعوض لي وطا أخرى. والثالثة شنية؟ نقدم به قضية نقول مريض وكبر وخرف ما عادش يعرف كيفاش يصرف. تسمع سي منور ولدك اش قاعد يقول؟ Thank you.
ليالي الصدر المخفية في الصدر ودورت ليام يا ليالي الصدر المخفية في الصدر ودورت ليام احنا والأرض المروية بدموع وجهد وآمال عشرة حب وشجرة حية ثمرتها ما تغيب شعال وحتى لما يهب الريح تغني جوارحنا تصيح خدنا دورة الأيام